التغطية من مجمعكم ومركزكم المفضل شركة مجمع الشامل، وهو جديد بإذن الله في الأيام القادمة حيكون في قطع رهيبة. ترقبونا، حبدأ التغطية الآن من فرع جدة الواقع بشارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيك، وأذكركم فروعنا في الرياض وخميس مشيط وجدة. واصلة أكثر من تشكيلة، أكثر من لون في قسم السيراميك، لكن قلت خليني أبدأ من الكوليكشن الأجمل، الكوليكشن المميز، كوليكشن اللافندر. شوف الجمال والأناقة، ناعم وأنيق بنفس الوقت، لمسة اللافندر مع الخط. الموف جميل جدا، واصل 5 قطع. جاي هنا واصل هذا الستاند الجميل مع القاعدة، ممكن تحطوا فيه لون تمر، حلى، حجم صغير لكن جدا جدا جميل، انه سيراميك ابيض مع اللافندر باللون الموف. هنا واصلة دي الزبدية، هجيكم مع الماسكات. القطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. والصحون الدائرية 3 مقاسات، هنا عندكم الصغير والوسط والكبير، مقاساتها ممتازة. والقطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. شوفوا كمان ايش طلع مع الكوليكشن الرهيب هذا، فيه عبوة توفيرية. هنا حيجيكم القطعتين من الزبديات بهذا المقاس بسعر 5.75 ريال هللة بس. حقيقي كوليكشن رائع ومميز، وكمان معاه عبوة توفيرية، يعني ما يبغى كوليكشن كامل ومتكامل لمطبخك. شوفوا كمان بعد ما تاخدي السيراميك اللافندر، كمان وفرنا لكم دي القطاعات الجميلة بستايل اللافندر، حقيقي جدا جميل. درجة الموف كوليكشن رائع، أكثر من شكل. هنا عندكم جاي المستطيل، وهنا كمان ده الشكل الثاني، هتاخدوا القطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. معرض كل ما حتمشي خطوة في كل قسم في قطع بكوليكشن لافندر، حقيقي مرة جميل. حغطيكم كل القطع اليوم، التغطية العبارة حتكون اليوم لافندر. شوفوا جمال هذا الكوليكشن، كمان واصل هذه الأدوات لتقطيع الكيك. شوفوا كيف الجمال والأناقة، هنا عندكم الفضي وعندكم الذهبي بالمغلف، الحبتين بسعر 5.75 ريال هللة بس. ويا جماعة كمان أكواب ورقية بستايل اللافندر توفر مقاسين، هنا عندكم المقاس الصغير هيجيكم فيه بكمية أكبر، وهنا المقاس الكبير هتاخدوا العبوة بسعر 5.75 ريال هللة بس. اللي تبغى كده تكون مميزة وملفتة وكل قطعها بنفس الستايل، تيجي تاخذ ستايل اللافندر الحين وتلحق عليه. ما أقول آخر قطعة صورها خلاص نفس الستايل، أمشي شوي وألاقي كمان قطع أجمل وأجمل. بس حقيقي الحين هذه السلات آخر حاجة بستايل اللافندر الجميل، مهما أوريكم القطع اللي واصلة منه ما راح أتمنوا، لأنها جدا جميلة. سلات خوص جاية بقماش بستايل اللافندر مرة جميلة. الحين اللي حابين ينسقوا في الخرجات مع الرحلات الحين وقتها بهذا الجمال، 3 أشكال مختلفة. وهنا عندكم المربع كمان واصل، هتاخدوا القطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. الأكثر طلبا في الفترة الأخيرة هي ركوة القهوة السيراميك، شركة مجمع الشامل توفرها لكم بالسعر الاقتصادي وبهذا التصميم الجميل. الحين وقتها وقت المشروبات الساخنة ووقت القهوة التركي. شوفوا كمان هذه الزبديات المميزة اللي توفرت، مقاسها ممتاز ولونها يفتح النفس ومميز، وحتاخذوها بس بسعر 5.75 ريال هللة بس. اللي عندها طقم باللون الأبيض بألوان فاتحة تبغى تكسر اللون بالزبديات، تاخذ هذا اللون حقيقي يجنن.
جيت على قسم السعادة، قسم الأكواب، يومياً تشكيلات جديدة أحلى من بعض، قسم الحيرة الحلوة كمان. شوف الكوليكشن الجميل هذا، مرة عجبني، سيراميك بجودة عالية أكيد، وعجبتني إنه أكثر من لون بنفس الكوب وكمان مع اللون الأبيض، يعني حاجة تفتح النفس. وهنا مع عبارات عن القهوة، ثلاثة ألوان عندكم، هنا الوردي مع الأحمر، وهنا الكحلي مع الأزرق، مرة جميل. والدرجة الثالثة المفضلة عندي 10 درجات الأخضر، حتاخده القطعة بسعر 5.75 ريال هللة. شاق القهوة اللي يحبوا الألوان الرائقة، التصاميم اللي تفتح النفس، شوفوا دي التصاميم الحلوة واصلة هنا، اللون الأخضر مرة جميل، وكمان اللون الوردي صراحة كل شكل أحلى من الثاني، خذوا الاثنين لا تحتاروا، لأنه القطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. تصاميم مميزة، أفكار لأول مرة حتشوفوها في شركة ملمع الشامل، وبالسعر نفسه دائما وأبدا 5.75 ريال هللة بس. هذه القطعة اللي بالشكل الجميل هذا لما تحطوها في مطبخكم للملاعق هتكون إضافة جمال. دائما اعتدنا على مصفات أو قاعدة الملاعق تكون بالشكل الحديد الاعتيادي، وتشوه لك شكل المطبخ لما تحطيها في مكان خارجي. أنا شوفوا حتجيكم بلاستيك مرة جودة ممتازة كمان، ولونين أحلى من بعض. بعطيكم كمان صورة عشان تشوفوا كيف حيكون شكلها في مطبخكم الجميل. كل القطع الرهيبة اليوم توفرت، شوفوا كمان إيش توفر هذه القطعة الرهيبة مغلف توفيري، في 12 حبة. أكثر شيء حبيته إنه 12 حبة كل 4 حبات مقاسها مختلف عشان تنفعك بكل أحجام الأكياس. القطعة اللي بنستخدمها عشان نغلق فيها الأكياس بإحكام عشان ما يدخل فيها الهواء، بحط لكم صورة توضيحية لا تفوتوها. القطع اللي كثير تستفسروا عنها كمان رجعت توفرت هذا الستاند للمناديل الورقية، مرة عملية في المطابخ في دورات المياه، ولا تركبي ولا مسامير، بس تثبتيها بكل سهولة على أي دولاب عندك. كمان بحط لكم صور توضيحية لهذه القطعة الرهيبة، 5.75 ريال هللة بس. شوفوا القطعة الرهيبة، ممتازة ممتازة لدورات المياه، كنت بخطط أطلبها أونلاين، لكن المفروض إحنا ما عاد نخطط إن إحنا نطلب أونلاين، لأنه كل القطع الرهيبة بتيجي في الشامل. شوفوا هنا صورة توضيحية لها، هنا تحطوا فرش الأسنان، وهنا علاقتين، ممكن ليفة، ممكن منشفة، دورات المياه ممتازة وبسعر 5.75 ريال هللة بس. الأدوات وكل القطع اللي بتقدم لك الراحة حتلاقيها تحت سقف واحد. شوفوا هذه العبوة اللي توفرت، كثير كمان استفسرتوا عنها للحبوب، للرز، وممكن كمان للمكسرات. هنا واصلة اللونين عندكم الوردي والأخضر، أيا كان ما عجبكم هتاخدوا بنفس السعر 5.75 ريال هللة بس. ولفت نظري كمان أنه جاي الغطاء فيه له العيارات، يعني قطعة 2 في 1. القطعة اللي واصلة جميلة، شوفوا كمان هذه واصلة للملاعق، مقسمة من الداخل لقسمين، وشكلها مرة جميل، و4 ألوان مختلفة. هذا اللون الأول، وذي الثلاث الألوان الحلوة، مرة لفتني الأخضر، الدرجة جاي فيها مرة حلوة، حتاخدوا القطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. قطعة رهيبة شفناها أونلاين، لكن شركة ملمع الشامل بتجيبها لعيونكم. أول ما شفتها زي زيكم ما عرفت هي الإيش، لكن طلعت مرة هتنفعنا كثير. هذا الستاند حيكون للقدور، يتعلق بالجدار، حيجي معاه كده قطعة السيليكون، الغرض منه فيه تعليقها جدا سهل واستخدامها مرة مفيد. بحط لكم فيديو صور توضيحية عشان تشوفوا قد إيش فائدتها. وجيت على قسم الأقمشة كمان، وواصلة تشكيلة رهيبة، هذا القماش الاسترتش كمان من الكثير بتطلبوه، دي مرة وفرنا لكم هو بدي النكشات المميزة، ألوان مختلفة، تعالوا لحقوا عليه، ممتاز لعدة استخدامات. كمان شفت الفلتر الأخير بيعملوا فيه شراشف في صلاة، تيجي مرة جميلة، شوفوا ألوان كيف حلوة. حتاخدوا المتر بسعر 5.75 ريال هللة بس.
كمان الاسترتش الساده رجعنا وفرنا الوان مختلفه من الاكثر طلبا في قسم الاقمشه هو الاسترتش، اكيد جوده عاليه والمتر ب5.75 ريال. هلا لبس يا بلاش، انتوا اطلبوا واتمنوا بس اقمشة تنجيد الكنب كثير طلبتوها وفرناها لكم، كمان الوان مختلفه تصاميم جميله. شوفوا كيفنا لون التيفاني اللون البني وهنا الاخضر مره حلوين، حتاخذوا المتر بس بسعر 5.75 ريال. هلا لبس، ودي الدرجة من الأزرق اللي ترند، تخيلي كنب صالتك لما تجددي بهذا اللون الجميل. وهذا التصميم كمان مرة عجبني، جاي أخضر وبيج، المتر بسعر 5.75 ريال. هلا لبس، وكمان تشكيلة جديدة من العرض القوي في قسم الأقمشة، الثلاثة أمتار بسعر 5.75 ريال. هلا لبس، ألوان مختلفة وأنواع أقمشة كمان مختلفة. هنا شوفوا التل، تصاميم مختلفة جميلة مرة، سعر توفير أنه 3 أمتار بسعر 5.75 ريال. هلا لبس، شايفين ألوان مختلفة جميلة جدا. شخصيتها المفضلة فروزن أو اليونيكورن، خذي لها هذا الطوق حقيقة حلم كل البنات، ستايل اليونيكورن مرة عجبني أنه أكثر من لون. وهنا كمان فروزن، كمان في ده المغلف فيه له التشكيلة، فيه له العصاية كده والضفيرة والطوق، جميل جدا مرة حلو كهدايا. ممكن كمان المعلمات حابين يقدموا هدايا للبنات، حلوين مرة. وسعر المغلف 5.75 ريال. هلا لبس، الجديد في كل الأجسام، لكن قسم الحفلات والهدايا أبدعوا أبدعوا في الجديد. شوفوا الباكيجات اللي توفرت، 18 قطعة في المغلف بتصاميم مختلفة، تصاميم تناسب حفلاتكم. شوفوا هذا التصميم الأول وهذا التصميم الثاني، كمان ألوان مختلفة عشان نراعي بنات أولاد لمة بنات. كل التصاميم توفرت، هنا تصميم كمان جاي ديزني، جاي كمان دي المرة معاها الأقنعة في نفس المغلف، صحون وكاسات وشوك وكمان مناديل، وكمان دي الأقنعة عبوة توفيرية رهيبة. وهنا شوفوا مكتوب أحلى لمة بنات، تصميم باللون الوردي مرة حلو، وتوفر الشخصية اللي بيحبوه الكثير من الأطفال بيبي شارك. كمان عندكم حفلة بنفس هذا الديكور، تعالوا خدوا عبوة توفيرية من عندنا. شوفوا كيف التصاميم مختلفة وجميلة جدا وب5.75 ريال. هلا لبس، كل اللي تحتاجوه في حفلاتكم حتلاقوه عندنا أكيد. هنا كمان مغلفات توفيرية من البالونات بألوان مختلفة، 50 بالونة المغلف بسعر 5.75 ريال. هلا لبس، كمان دي المرة توفر مغلف مميز فيه له لونين من البالونات مرة جميل عبوة توفيرية. شوفوا هنا أنواع مختلفة عندكم، الوردي والأبيض لكل مناسبات أكيد. ما نقول كل اللي تحتاجوه، يعني حرفيا كل اللي تحتاجوه. هذه كمان مرة رهيبة، كل اللي عندهم مناسبات حفلات قربت شوفوا ايش توفر. حطيكم كمان صور توضيحية، هذه القطعة اللي حتجيكم اثبت فيها البالونات 6 حبات بالمغلف بسعر 5.75 ريال. هلا لبس،